مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لكن خلال هذه الأيام الثلاثة وخاصة يوم الاثنين تنشط الرياح الشرقية مما يزيد الشعور والإحساس بالبرودة. ولكن الأربعاء والخميس وحتى الجمعة، يوم الأربعاء والخميس وخاصة الأربعاء بتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ومنخفض جوي يؤدي إلى سقوط الأمطار وزخات رعدية من الأمطار بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول مكانك المفضل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية. نبدأ بيوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء مشمسة بالنهار وتميل للبرودة ليلا، لكن أثناء النهار بتكون تقريبا في ساعات الظهيرة أجواء تميل إلى أنها تكون لطيفة، لكن بتكون باردة نسبيا أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر والمساء. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 17 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 16-9، المرتفعات الجنوبية 14-7، والأغوار البحر الميت 25-14، وخليج العقبة 24-13، البادية الجنوبية الشرقية 16-5، والبادية الشرقية 17-6 درجات مئوية. بنلاحظ الأجواء باردة نسبيا أثناء الليل بشكل واضح. يوم الاثنين تنشط الرياح الشرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة، رغم أنه راح يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن مش رايحين نشعر بهذا الارتفاع بسبب الأثر التبريدي للرياح. وبالتالي درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 17 والصغرى 12، المنطقة الوسطى 17-11، والمنطقة الجنوبية 15-10. طبعا يتخلل هذه المناطق ظهور السحب العالية والمتوسطة، وأحيانا تغطي السماء هذه السحب العالية والمتوسطة. الأغوار البحر الميت 24-14، وخليج العقبة 23-14، البادية الجنوبية الشرقية 18-8، والبادية الشرقية 20-9 درجات مئوية. يوم الثلاثاء أيضا يستمر ظهور السحب المتوسطة والعالية، تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، وتبقى الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 17 والصغرى 11، المرتفعات الوسطى 18-12، والمرتفعات الجنوبية 16-8، والأغوار البحر الميت 25-14 درجة مئوية، وخليج العقبة 24-12، البادية الجنوبية الشرقية 21-10، والبادية الشرقية 22-11 درجة مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله تتأثر المملكة بمنخفض جوي بيكون يتمركز في شرق البحر المتوسط، مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤدي إلى حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة وتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات رعدية من المطر تقريبا في معظم مناطق المملكة. المناطق إذن أجواء يوم الأربعاء وحتى الخميس باردة غائمة ماطرة بإذن الله، وأحيانا بتكون غزيرة يتخللها البرق والبرد والرعد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 14 والصغرى 8، المرتفعات الوسطى 13-8، المرتفعات الجنوبية 10-5، يعني تعود درجات الحرارة تقريبا إلى حول معدلاتها أو أقل بقليل. الأغوار 19-12 درجة، وخليج العقبة 18-11، البادية الجنوبية الشرقية 14-5، والبادية الشرقية 20-8 درجات مئوية. أما يوم الخميس فتستمر
أو يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة، تستمر الأجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط الأمطار على فترات، وطبعا بتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بقليل حوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 13 والصغرى 7، المرتفعات الوسطى 10 إلى 7، والمرتفعات الجنوبية 9 إلى 5، والأغوار 19 إلى 13 درجة مئوية، طبعا الأغوار والبحر الميت، خليج العقبة 18 إلى 12، وأيضا هناك فرصة خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة لسقوط أمطار وزخات متفرقة من مطر في المناطق الجنوبية، البادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 5، والبادية الشرقية 17 إلى 6. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الباردة والغائمة جزئيا إلى غائمة، وبتستمر درجات الحرارة تقريبا أقل من المعدل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار على فترات بإذن الله. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 13 والصغرى 8، المرتفعات الوسطى 12 إلى 8، والمرتفعات الجنوبية 10 إلى 5، والأغوار البحر الميت 18 إلى 12، وخليج العقبة 17 إلى 13، والبادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 6، والبادية الشرقية 17 إلى 7 درجات. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. LG الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سيتي مول مكانك المفضل.